مرحبا بكل مشاهدينا الكرام. كان في سؤال جالنا في حلقة الهوى واحنا أرجعنا للحلقة المسجلة، كانت الأستاذة نغم بتسأل عن من هم أصحاب الأعراف. الحقيقة أنه كلمة الأعراف وردت مرتين في القرآن الكريم في سورة الأعراف، الآيتين اللي جم 46 ل 48، حيث قال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبينهما حجاب، يعني بين الجنة والنار، وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. صدق الله العظيم. كلمة الأعراف في لغة العرب هي جمع لكلمة عرف، والمقصود بيها بالعرف يعني المكان العالي المرتفع، وكأن المكان العالي المرتفع ده بيحجز حاجز كده بين شيئين، ومعناه ده المعنى بتاعه في اللغة. طب معناه في الشرع إنه مكان مرتفع بين الجنة والنار، يبقى الأعراف مكان مرتفع بين الجنة والنار، وكأنه زي الإيه؟ زي السور المضروب ما بينهم، كأنه سور ما بين الجنة والنار، كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه. أما المراد بأصحاب الأعراف، اختلف العلماء في تعيينهم مين دول، يعني للعلماء أقوال فيها، إلا أنه أكتر أهل العلم ذهبوا إلى أن الأرجح من كل أقوال العلماء اللي حاولت تعين وتفهم مين دول أصحاب الأعراف، أرجح الأقوال دي هو القول بأن أصحاب الأعراف دول قوم استوت الحسنات بتاعتهم وسيئتهم، وده القول اللي رجحه كتير من أهل العلم والتحقيق. قال الإمام ابن كثير: واختلفت عبارات المفسرين في أصحاب الأعراف من هم مين دول، وكلها قريبة ترجع إلى قول واحد، وهو أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم. وبعدين نص على كده حذيفة وابن عباس وابن مسعود وغير واحد من السلف والخلف، شافوا إنه معنى الأعراف هذا المعنى. والإمام البيهقي قال إنه ذهب بعضهم إلى ترجيح القول بأن أهل الأعراف دول قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، فمنعتهم حسناتهم من دخول النار وقصرت بهم سيئاتهم عن دخول الجنة. واللي حقيقة اللي عليه أهل التحقيق إن أصحاب الأعراف ناجون يوم القيامة، هم أهل نجاة يوم القيامة بمحض الفضل الإلهي والمنة الربانية، إنه مش بسبب يعني إن هم هيستحقوا يخشوا الجنة أو هيستحقوا يكونوا أهل نجاة، إنما بمحض الرحمة الإلهية تشملهم رحمة المولى سبحانه وتعالى بعد أن يحبسوا على الأعراف مدة لا يعلمها إلا الله. يعني السور ده اللي مضروب، أو هذا المكان اللي هو سور ومرتفع بين الجنة وبين النار، هما يحبسوا عليه فترة أو مدة
لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله لهم سبحانه وتعالى: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. وقد يكون برضو دخولهم الجنة بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم أمين.